نصائح مهمة قبل الدراسة في بريطانيا. يجب على الطالب الذي حصل على قبول في إحدى الجامعات البريطانية وضع اللمسات الأخيرة قبل مغادرة بلاده. ومن أهم تلك الترتيبات القراءة بالتفصيل وجمع معلومات قيمة حول الحياة في بريطانيا، التأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها. في المطار الذي ستصل إليه يمكنك أن تجد أحد في استقبالك، فهناك العديد من الجامعات التي توفر هذه الخدمة، ويمكنك استئجار سيارة خاصة تقوم بنقلك إلى مكان إقامتك أو أن تستقل إحدى الحافلات أو القطارات. الترتيبات الخاصة بمكان السكن، ستجد أن نظام السكن هناك متنوع، فهناك السكن الجامعي وهناك السكن الخاص، وهناك ميزة السكن مع عائلة بريطانية. يجب كذلك تأمين الرعاية الطبية لك في بريطانيا. استفسر من موظفي البنك الذي لديه حساب به في بلدك حول جميع الأمور التي تحتاجها أثناء السفر. عليك تجهيز حقيبة سفرك قبل السفر بفترة كافية، حيث تضع كل ما تحتاج إليه. فمن المفترض أن يكون في حقيبتك ما يلي: ملابس شتوية وصيفية، أجهزة صغيرة تساعدك على المعيشة مثل هاتفك الذكي، جهاز حاسوبك، كشاف كهربائي، منبه، أدوات الطهي الأساسية، أوراقك الرسمية الكاملة، عملة محلية تكفيك أسبوعا على الأقل. 4 نصائح لتطوير مهارة الكتابة قبل امتحان آيلتس. احصل على ردود أفعال عن كتاباتك في كل مرة تكتب فيها شيئا. اطلب بعض الآراء من الأشخاص المحيطين بك. حاول الاتصال مع شخص نجح في الامتحان أو اطلب المساعدة من شخص يتحدث الإنجليزية بطلاقة. اكتب شيئا ما كل يوم. استمرارك بالكتابة بشكل يومي سيحسن لديك مهارة اللغة بشكل عام والكتابة بشكل خاص. اتبع تعليمات الامتحان بدقة. أثناء إجراءك لامتحان الآيلتس حاول الالتزام قدر الإمكان بمدى الأسئلة. فإذا واجهت سؤالا يطلب منك موضوعا ب250 كلمة، تأكد ألا تكتب 350 كلمة، فهذا الأمر سيخسرك المزيد من النقاط، كون المزيد من الكلمات يعني المزيد من الأخطاء. استخدم المزيد من أحرف العطف وكلمات الربط. إن استخدام أحرف العطف وكلمات الربط في المواضع الإنشائية سيكون مفيدا لتحسين مهارات الكتابة. للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمل يوستدي.com.